هلا والله، هلا والله، معاكم زين. من وين يبدي؟ خلاص روحي وناديك. خلاص اوكي، هلا والله، معاكم ضحى الحداد. اهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. انا اليوم متحمسه وايد اني انا اسوي هالفيديو، لان فيديونا اليوم وايد مميز، لانه هو منكم واليكم والسلام عليكم. يعني انا الفيديو هذا مجمع اقتراحات وايد جاتني، وقلت اني انا بسويهم فيديو واحد، لان حسيت ان اجاباتي عليهم راح تصير قصيره، فليش كل واحد اسوي عليه فيديو؟ فقلت اجمعهم بفيديو واحد، راح يكون وايد فان وراح يصير فيه وايد اشياء انتم طلبتوها مني. يلا خلينا نبدأ الفيديو. أوكي، القسم الأول من الفيديو اللي هو عبارة عن تقييم كتاب. هالكتاب هذا احنا اتفقنا ان نقراه كقراءة جماعية، انا وخماسي البوكتيوبرز، او مثل ما انا اسميهم فلة اليوتيوب، اللي احنا انا طبعا ضحى الحداد، والاخ فواز من جيك اون ريد، والاخ حسين من قناته مع كتاب، والاخ علي من قناته اصدقاء القراءة، والاخت منى من قناتها منى الصالحي. احنا خمستنا اتفقنا ان نقرا كتاب مرايا بلا انعكاس، تأليف مريم رشيد الولايت. الكتاب اصدار دار بلاتينيوم. طبعا الكتاب يقترح مني انا، لان في ناس انصحوني فيه، ماني قايل اسامي، اوكي عبد الرحمن ماني قايل اسامي، زين، فقالوا هذا احسن كتاب راح تقرينه، فقلت يو نو وات، خلينا نتناقش فيه، واي نوت. فقريت الكتاب والحين بقدم ريفيو عنه. خلينا نبدا اول شيء بفكرة الكتاب. فكرة الكتاب هي عبارة عن تتبع لمواقف في حياة بعض الاشخاص اللي احنا نتابعهم. تقريبا هما 5 أو 6 شخصيات، اللي هما كاثرين وآن وآنا وساندرا وجارك وجارت ونيثن، ويعني وايد شخصيات كذي، وهذه أساميهم حتى مكتوبين بالإنجليزي بالقصة. أعتقد أن زمن القصة هو بالريجنسي إيرا، أو يعني عام 1800 اللي ببريطانيا، هاي اللي كل الحريم يلبسون نفانيف وما أدري شنو، يعني زمن جين أوستن وكذي، بس هو بعالم خيالي. فإحنا من خلال القصة نتابع مواقف في حياتهم، وشنو قاعد يصير على هالشخصيات، وشنو طبيعة علاقتهم مع بعض وكذي يعني. فشنو راح يصير على شخصياتنا في حياتهم، وشنو نهاية كل واحد فيهم؟ كل هذا راح تعرفونه لما تقرون الكتاب. يا جماعة اللي عنده سمري ثاني حق الكتاب، بليز قولوا لي اياها بالكومنتات سكشن بلو، لاني انا عانيت عشان الخص الكتاب، لان الكتاب فاضي شوية عليه. كتاب فاضي وما له هدف بالحياة، يعني like seriously، ليش 400 صفحة كتاب وماكو اي هدف منه؟ شنو 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 هذا؟ شنو هذا؟ يعني انا قاعدة اقرا طول الوقت انه زين، وبعدين يعني واخرة القرقة هذه، وبعدين يعني الكتاب اول مرة بحياتي انا اقرا كتاب كله حوارات، حتى ماك وصف. يعني هو المفروض احنا في وصف الريجنسي ايرا اللي هو 1800، وان المفروض الحفلات وما شنو كذي، لا كله انه وقال هذا حق هذا، زين انتم وين؟ لا لا معلقين بالهواء، تخيل انه باي مكان تبينا عادي، احنا ببحر، احنا ببر، احنا بحديقة، احنا ببيت، كيفك، بس المهم ان احنا قاعدين نتحاور هالحوار، انت عاد استعملي خيالك. زين وبعدين يعني شلون؟ زين ولا وحتى الشخصيات ما لهم منطق، يعني زين وفجأة هذه المفروض هي شريرة وحاقدة على الكل، وفجأة ما شاء الله انقذت حياة كل الأوادم، زين كل الأوادم صاروا يحبونها، كل الأوادم يبون رضاها، ما أدري على شنو، يعني في وايد شخصيات أنا يعني صار علي علامة استفهام، إن إيش فيهم هذيلا؟ منو هذيلا أصلاً؟ النهاية 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 النهاية، يعني سيريسلي؟ سيريسلي يعني هذا الحين المفروض النهاية، يعني شو النهاية اللي مولية هذه؟ يعني يا الله، يعني بروح الكتاب أصلا ما له هدف، والنهاية ما لها هدف ضرب مليون، يعني يا أخي الكتاب كله كان ما له هدف بطريقة مو طبيعية. ما أدري شلون يعني هالكتاب متكون، والمفروض إن إحنا نقرأ ونستمتع فيه ونستمتع بالرمزيات اللي فيه. صراحة أنا ما شفت أي رمزيات فيه، وظنيتي حتى فواز ما شاف فيه أي رمزيات صراحة. يعني أنا الفائدة اللي استفدتها من الكتاب صراحة إنه عالج لي أرق كان مزمن، صار لي أسبوع أنا ما أنام، بس قريت الكتاب يمكن وصلت لصفحة 50 كان انام زين، ونمت خوش نومه صراحه زين، وكل مره اقرا تصير فيني الدوخه كذي، يعني يا الله الكتاب وايد يزهق. هذا من الكتب اللي تعرفون لما تصفحون الصفحه تشوفون كم باقي لكم بعد، والصفحه ما تخلص، يعني يا الله من كثر ما ان الاحداث فاضيه بطريقه مو طبيعيه. يمكن انا لو بتكلم عن ايجابيات الكتاب، كان في مشهد خلاني اضحك نوعا ما زين، وكان في مشهد ثاني
كان يمشي حاله انه اوكي يعني نوعا ما اندمجت فيه، يعني طوفت صفحتين واو ما حسيت فيهم واو الحمد لله كذي. يمكن بس هاي الايجابيتين الوحيدتين اللي انا شفتهم بالكتاب، other than that الكتاب كان فاضي جدا وما ادري شنو هالكتاب صراحه. فبالنهايه اعطيت كتاب مرايا بلا انعكاس نجمه من 5. اوكي الحين خلصنا من تقييم الكتاب، افتكينا الحين نجي على القسم الفن من الفيديو اللي هو اقتراحاتكم. ثاني قسم انا بسوي للفيديو راح اهدي حق الاخت، اعتقد اسمك حليمه، ما ادري اسمها حلومي عمر، اعتقد اسمها حليمه. زين المهم هي طلبت مني بوك هول اللي هي اخر مشترياتي للكتب، لهذا السبب انا راح اخصص هالسكشن ان انا اعرض عليكم اخر مشترياتي للكتب. في بعضهم انا شريتهم من زمان وفي بعضهم انا شريتهم توني. انا مثل ما تدرون انا مو وايد يعني اشتري ورقي، اكثر شيء انا اشتري اي بوكس، بس راح اعرض عليكم الكتب العربيه والانجليزيه اللي انا شريتها. اول كتاب انا بعرضه عليكم اللي هو ما رايكم في شكل الان تاليف رندا عبد الفتاح، انا شريته من جرير قبل فتره. هو الاوريجينالي بالانجليزي بس انا شريته مترجم. انا قاريه الكاتبه من قبل كتاب 10 things i hate about me اللي هو كاهو عندي اياه، يعني هم شريته انا من جرير وايد 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 عجبني، راح احط لينك تقييمي له في الديسكربشن بوكس بلو. فانا تحمست اني انا اقرا الكتاب لان يقولون نفس مستوى 10 things i hate about me، فانا وايد متحمسه ابي اقرا، احتمال اقرا بالانجليزي بس يعني شريت النسخة المترجمة عشان إذا ما سعفني الوقت إني أقرأ بالعربي. وين الكتب الثانية اللي أنا بعرضها عليكم لنفس الكاتب اللي هي سلسلة بساتين عربستان. الجزء الأول أنا شريته من ذات السلاسل والجزء الثاني شريته من جرير اللي هو بساتين عربستان وعصبة الشياطين. أنا وايد متحمسة أبي أقرأ هالسلسلة، وايد ناس يمدعونها ويقولونها ستايلي، وحسيت يعني من حجمهم وكذي وسمعت جليمس عن قصتهم وكذي وايد تحمست إني أقرأهم، يعني أبي أشوف what's this all about. وهذا الكتاب الثالث راح ينزل قريب على كلام الكاتب، فان شاء الله يعني احصله فتكتمل عندي الثلاثيه واقراها كامله ان شاء الله، بس هذيل اللي عندي سو فار. والسلسله الثانيه اللي بعرضها عليكم اللي هي سلسله ترى الحياه عجيبه بجزئينها، ترى الحياه عجيبه وترى الحياه عجيبه 2 اللي هو تاليف يوسف الهاجري. ما ادري عن شنو يتكلم الكتب، ما ادري عن شنو، بس انا ذا اونلي ريزن ليش انا شريتهم لان اسمهم عجبني، حسيت فيه تفاؤل وامل وهذا، حتى ما ادري شنو داخلهم. واو اوكي كلرز اوكي ملون وهذا اوكي ذاتس كول ذاتس كول، بس يعني ما ادري اذا راح اقراهم في الوقت القريب، بس انا يعني بغيت ادعم التفكير اكثر من اني انا اقرا، يمكن راح اقرا يعني، بس انا اكثر شيء عجبني الاسم صراحه وايد شدني. الكتاب اللي وراه اللي هو اركاديا ملحمة الأرض تأليف هاني حيدر، يعني أنا مو سامعة وايد عن الكتاب بس كل اللي قروا قالوا إنه حلو، بس أنا ما أدري ما أعرف عن شنو يتكلم، الاسم شدني حسيته شيء خيالي وستايلي وكذي، وأنا أول مرة أسمع عن الكاتب ف هوبفلي إنه يعجبني. ما أدري إذا هي سلسلة ولا بس جزء واحد، قولوا لي اللي سامع شيء عن هالكتاب قولوا لي ايش رايكم فيه، اللي قارينه واللي ناويين يقرونه يعني قولوا لي ارائكم فيه. الكتاب اللي وراه اللي هو سيد الظلام هي المفروض ثلاثيه بكتاب واحد تاليف عاصم ابراهيم، يعني انا ما ادري عن شنو يتكلم الكتاب. انا ذا اونلي ريزن ليش انا شريت الكتاب لاني انا صفحته شي صفحه عشوائيه ولا اقرا حوار سو ايبك، قلت يو نو وات انا راح اشتري الكتاب وراح اقراه قريب وراح اسوي عنه ريفيو لان الحوار كان وايد جدا الامانه. زين ما ادري حتى شنو النهايه، ما ادري عن شنو يتكلم. زين اللي قرا الكتاب قولوا لي بالكومنتات سكشن بلو عن شنو يتكلم، اذا هو ستايلي ولا مو ستايلي، بس انا قاعد اقول لكم الحوار صراحه كان عجيب صراحه. والكتب اللي وراها اللي انا بعرضها اللي هي كتب اوشو، واحد اسمه الابداع واحد اسمه النضج. انا عمري مو سامعه باوشو صراحه، بس انا شفت الاخت غلا من قناتها غلا يونيفرس هي قاعد تقول اوشو من الكتاب العجيبين وهي وايد تحب كتبه وكذي، فقلت يو نو وات يعني اي ويل جيف هيم ا تراي، يعني شكله هو يعني مبدع وسيلف ديفلوبمنت وكذي يعني تنميه ذاتيه وهالسوالف، فقلت خليني اشوف يعني انا ابي كتاب يدد حق السيلف ديفلوبمنت، من زمان مو قاريه تنميه ذاتيه، فقلت يعني يمكن اذا صرت بمود تنميه ذاتيه راح ابدي فيهم هذيلا. والكتاب اللي ورا اللي بعرض عليكم اللي هو من يكون حبيبك تأليف منيرة سعد، ما شاء الله الأخت منيرة من متها
متابعيني من السناب وباليوتيوب، ودائما تحرص انها تكلمني واذا شافت الفيديو تعلق عليه وكذي. فمشكوره حبيبتي منيره، وان شاء الله اقرا كتابك قريب واقيمه، بس صبري علي شويه، صبري علي. والكتاب اللي وراي اللي بعرضه اللي هو يقطينية، تاليف ياسر بهجت، من دار يتخيلون، نفس الدار اللي انتجت حوجن. فانا وايد متحمسه اني انا ابي اقرا الكتاب. يمكن هذا الكتاب اقرا كتاب انا راح اقراه، لاني انا وايد متحمسه، يعني وايد عليه هايب قوي وكذي. وانا حتى قاعده اقرا عنه بالنت انه يعني وايد ناس عاجبهم. وابراهيم عباس، الاخ ابراهيم عباس اللي هو مؤلف حوجن، مدح الكتاب. سو ذاتس انف فور مي، اني انا يعني ام سولد، ابي اقرا الكتاب صراحه. وعندنا بعد حدث ولم يحدث من مذكرات مراهقه كويتيه، تاليف حصه عبد الرزاق. وايد ناس يمدحون لي هالكتاب ويقولون انه يبعث الامل والسعاده والتفاؤل وما ادري شنو. يعني صراحه انا ما ادري متى راح اقراه، يعني شويه انا راكنته هالكتاب، يعني انا راح اقراه at some point بس مو بالمستقبل القريب، لان عندي وايد اشياء ابي اقراها وكذي. فما يندرى متى راح اقراه، بس شريته، هذه خطوه اولى، يعني شريته. وفي بعد كتاب صوفيا خانز نوت ابلاج، تاليف عائشه مالك. انا وايد احب القصص عن ان عائله مسلمه تعيش دوله برا، وخاصه اذا اللي كاتبه الكتاب تكون هي من الفئه اللي عايشين برا، لان عاده يكونون هالكتب كوميديين. فانا وايد انشديت لفكره الكتاب، قريت يمكن اول صفحه منه، وايد انشديت حق بدايته، فقلت يعني انا ابي اقراه صراحه. يعني وايد شدتني فكرته، حسيتها وايد نفس 10 things i hate about me. فقلت يو نو وات، يعني ابي اقراه، بس ما ادري متى، لان الكتاب ورقي فما ادري متى، بس راح اقراه قريب صراحه. بالنسبه للكتب الالكترونيه، انا وايد شاري كتب الالكترونيه، بس انا راح اقول لكم اخر كتابين انا شريتهم، اللي هو الجزء الخامس من سلسله ثرون اوف جلاس اللي هو امباير اوف ستورمز. انا يعني ما صدقت شريته على طول صراحه بس نزل. والجزء الثاني من سلسله ان امبر ان ذا اشز اللي هو التورش اجينست ذا نايت، تاليف سابا تاهر. يعني هذيل الكتابين اكثر شيء انا متحمسه لهم، مع اني انا مو قاريه السلسله مالتهم، بس هذا اخر كتابين انا شريتهم بالايبوك. اوكي، ني الحين على القسم الثالث من الفيديو اللي هو أسئلتكم لي. أنا قبل تقريبا شهر أنا حطيت بوست بالإنستغرام وقلت لكم أني أنا بسوي فيديو Q&A، سألوا أي سؤال تبونه في هذا البوست وأنا راح أجاوب عليه بهالفيديو. فياتني وايد أسئلة صراحة، يعني أنا ما تصورت تجيني كثر أسئلة، فأنا راح أجاوب عليهم سؤال سؤال من كومنتات الإنستغرام. السؤال الأول جاي من الأخ إبراهيم اللي هو أكاونته إبراريد. ما هي الصعوبات التي واجهتيها عند بناء عالم رواية نهايات معلقة؟ وما هي الطريقة التي اتبعتها من خلال البحث لتبني عالم بطبيعته ومخلوقاته؟ أصعب شيء واجهني خلال بناء عالم نهايات معلقة أو سلسلة صفصفير البابولي actually، اللي هو توزيع الطاقات على الشخصيات. يعني غير عن الشخصيات أني أنا لازم أدرسهم، كل شخصية أبيها تصير مختلفة عن الثانية، أنا كنت أبي أوزع عليهم الطاقات بطريقة أن كل طاقة لايقة على الشخصية نفسها. فهذا الشيء كان وايد صعب، وكان يبي له دراسة وايد كبيرة وكذي. شنو البحث اللي أنا اتبعته؟ يعني ما ادري، بحث في النفس الانسانيه اي جس، يعني ماكو بحث معين، كله يعني انا من الافكار اللي انا خذيتها مع مرور السنين وهذا. وطبعا النسخه الاوليه من نهايات معلقه وحتى سماء فارغه مو نفس النسخه النهائيه اللي وصلتكم، فهذا عطى وقت اني انا ممكن تجيني فكره جديده من كتاب انا قريته، او مثل فيلم انا شفته، او مواقف من الحياه انا اشوفها وكذي تجيب لي فكره معينه وكذي. ف يعني تقدرون تقول ان البحث كان متنوع اكثر ما هو بحث معين ريسيرش وجوجل وما شنو. السؤال الثاني جاي من الاخت اشواق اللي هي مؤلفة السارق الفتي، يعني ما شاء الله عليها، شوف شلون متابعتني حتى بالانستغرام. تقول انا سؤالي ان انا حاليا قاعد اكتب رواية دور احداثها في امريكا وايطاليا، بس بعد انتهاء استعمار عالمي مخيف، يعني ديستوبيان، يعني عالم ما بعد الدمار. إيش كثر لازم تكون وصف الطرق والمدن تطابق الواقع، ولا ما يحتاج تطابق كبير بحيث ان كل شيء تدمر ورجعت الحضارة بس ببطء، خصوصا ان انا ما عمري زرت هالدول، اللهم عرفتهم من الافلام والمسلسلات. ويل حبيبتي اشواق، لو سألتني هالسؤال قبل 10 سنوات كنت راح اقولك you know what، روحي زوري الاماكن احسن. بس thank god احنا الحين في ايامنا الحالية ما يحتاج تزورين هالاماكن، لان في اختراع جميل اسمه جوجل، تقدرين انت تسوين جوجل عن اي دولة تبينها، واكتشلي باليوتيوب تقدرين تسوين بحث عن اي دولة تبينها وتشوفين مناظرها وكل شيء كأنك زرتيها. ف
فأنا بتصوري إذا أنت تبين تكتبين عن أي دولة حلو إنك تعرفين عن معالمها الأساسية، حتى لو أنت في عالم ديستوبيان أو عالم ما بعد الدمار حلو إنك تجيبين ريفرنسز إنك أنت عارفة الدولة اللي أنت قاعدة تسوين القصة فيها، لأن أنت بالنهاية كل ما حطيتي مجهود بالقصة المجهود راح يبين والقارئ راح يستقبل خيالك وقصتك بشكل أفضل. فهذه نصيحتي. السؤال اللي وراء اللي هو من أوثر عبد الله، والأخ عبد الله الشايع ما شاء الله عليه هو يمكن أكثر متابع لي أنا أكلمه من زمان، من صداقتنا يعني وقديمة، ما أذكر متى بديت أكلمه أول مرة صراحة، بس هو متابعني بكل السوشيال ميديا ودائما يحرص إنه يتابع أخباري. فتحية لك أخ عبد الله. خلني أقرأ سؤالك. عندما تكتبين فهل أنت على علم وتخطيط سابق بما ستكتبين أم تنتظرين عقلك لتطرأ عليه الأفكار؟ Well شوف، يعني إيه مرحلة الكتابة أصلا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول هو التخطيط والقسم الثاني هو الكتابة نفسها. هل أنا أنطر تيني تطري على بالي فكرة؟ Yes of course لازم تطري على بالي فكرة وعليها أبني القصة. يعني إذا أنت قصدك أحداث القصة هل أنا أخططها؟ Yes أنا أخططها قبل لا أكتبها. طبعا خلال كتابتي ساعات ارتجل أشياء، ارتجل مشاهد، في مشاهد أحذفها ومشاهد أضيفها عادي، يعني بالنهاية لازم يكون عندي هدف واضح أبي أوصل له عشان أنا أقدر أكمل المشهد أو أكمل القصة. ما ينفع أني أنا بس أكتب كذي كذي ويلا خلينا نشوف القصة وين توديني، هذا الحكي ما يصير، لازم في تخطيط مسبق. أتمنى أن جوابي واضح وهذا الجواب اللي أنت قاعد تدور عليه، أتمنى هالشيء. السؤال اللي وراي جاي من الأخ فواز العتيبي من قناته Geek on Read اللي هو سين واحد من هي ضحى، سين اثنين أكبر درس تعلمته من الدنيا، سين ثلاثة أكبر مشكلة واجهتها في حياتك. Well dear old فواز أنا ما راح أجاوبك على هالسؤال لأنه راح أخلي أحد ثاني يجاوبك على هذا السؤال. ضحى هلا يلا تعالي خلينا نقابلك، هي دورك. هاي حياك الله معنا ضحى الصجية. الله يحييك، أنا وايد استانسة إني هنا. أوكي في سؤال موجه لك ضحى، منو أنتي؟ ما أدري يعني شنو يعني. أوكي السؤال هو من هي ضحى؟ ما هو أكبر درس تعلمته في حياتك؟ وما هي أكبر مشكلة واجهتها في حياتك؟ ما أدري يعني أنا يعني شخصيتي مختلفة عن هذه يعني أكيد. شلون يعني؟ يعني أنا يعني خجولة وايد وأرتبك بسرعة، يعني ما أدري يعني وايد أستحي أنا بالحقيقة. معقولة؟ إيه يعني وايد ناس يعني لما يشوفوني ينصدمون ببالهم شغلة وينصدمون انه اوه يعني مو نفسك انت اللي باليوتيوب كذي يعني اوكي غيره يعني اوكي يعني يمكن انا شخصيتي باليوتيوب شويه قاسيه وهارتلس شويه طبت فينا بس يعني انا مو كذي، يعني انا وايد حساسه بسرعه اتاثر، يعني شخصيتي مو بهالقوة اللي انتو شايفينها، يعني لما تشوفوني بالفيديوهات انتقد وما ادري شنو، يعني انا مو كذي يعني بالواقع، يعني لا انا استحي وارتبك ويعني ما احب وايد انقد وكذي، يعني بس بالكتب هالحكي بس بالكتب. انزين شنو اكبر مشكلة واجهتك في حياتك؟ طبعا اكيد يعني حالة الاكتئاب اللي حاشتني بالجامعة، يعني استمرت معي مدة طويلة الله لا يعيدها من ايام، فترة وايد كانت قاسية بالنسبة لي وكذي، وإن شاء الله تكون هذه أكبر مشكلة أواجهها بحياتي صراحة، يعني ما بي مشكلة أكبر منها صراحة. حلو. إنزين وشنو أكبر درس تعلمتي في حياتك؟ يعني أكبر درس تعلمته هم من فترة الاكتئاب هذه، لأن دائما هو أكبر مشكلة بحياة الإنسان هي أكبر درس له. فبالنسبة لي يعني أكبر درس تعلمته أن الواحد دائما عنده اختيار أن شلون يبي تمشي حياته. أنت تبي تسوي شيء راح تلقى طريقة تسوي فيها الشيء، أنت ما تبي تسوي هالشيء راح تلقى عذر أنك أنت ما تسوي الشيء. فلا حد يتحجج لي يقول لي ما عندي وقت، لا حد يتحجج لي، يعني أي عذر كان إذا أنت تبي تسوي الشيء راح تلقى طريقة. هذا اللي أنا أقدر أقوله. صدقية صراحة يعني كان كلامك حيل ملهم، ويعني صراحة وايد استانست بوجودك معنا. الحين إذا تسمحين رجعي حق حياتك عشان أنا أكمل الفيديو ممكن؟ خلاص أوكي باي باي. فيا أتمنى أنكم تعرفتوا على ضحى الصدقية بعد هالمقابلة. السؤال اللي وراي جاي يعني من الأخت عهود محمد، ما شاء الله عليها الأخت عهود، يعني أنا صراحة أوجه لك أكبر تحية.
الاخت عهود دائما دائما من اوائل الكومنتات اللي تيني، ودائما ما تحتاج اني انا ادز لها ولا اذكرها ان الفيديو نزل، دائما هي تشوفه قبل لا انا اذكرها. فاوجه لك اكبر اكبر تحيه، دائما كومنتاتها رهيبه واون بوينت، ومهما كان طول الفيديو دائما تشوفه. فمشكوره حبيبتي صراحه، يعني انا وايد اي ابريشيت يو. فخلني اقرا سؤالك. انا ابي اسال عن الكتابه، ليش قلتي انك مهندسه مو كاتبه؟ شنو اللي خلاك تقولين ما راح اكتب؟ هل لان ما لقيتي نفسك في الكتابه، او لان الموضوع صعب؟ وشلون تطلعين افكار قناتك في اليوتيوب؟ لان ما شاء الله ابداع. مشكوره حبيبتي صراحه، اخجلتيني بكلامك. انزين بالنسبه لي، ليش انت دائما تقولين انك مهندسه مو كاتبه؟ لان انا مهندسه مو كاتبه. انا مهندسه قررت اني اكتب، بس that doesn't make me كاتبه. زين، يعني انا مو تخصصي ان ادب وكتابه ابداعيه، ولا ماخذ دورات بالكتابه ولا شيء. يعني انا وحده عندي حاجه مو لاقيتها بالسوق العربيه، فانا قررت ان بدال لا اتحلطم وتهاوش مع كتاب وما شنو، خل ابادر واغير واوري الناس انا شنو ابي بالضبط، بدال لا انا اقعد اطرش فلان وعلنتان انت اكتب الشيء اللي انا ابي، انا اكتب الشيء اللي انا ابي وخلص. وبالنسبه لي، من وين انا اطلع افكار فيديوهات اليوتيوب؟ فانتوا راح تستغربون ان هذا كله منكم انتوا، انتوا قاعدين تقترحون علي وانا قاعده اسوي. او sometimes انا اشوف يعني البوكتيوبر شنو قاعدين يسوون وانا اسوي. ساعات يصير موقف، يعني احنا مثلا حوار بيني وبين ريم اختي، او حوار بيني وبين احمد ولا خالتي نوره، ان قاعدين نتكلم فجاه تجيني فكره، اي والله ليش ما اسوي فيديو عن كذي. فتقدرون تقولون ان مصادر متنوعه من وين تجيني الافكار، بس mainly صراحه اقتراحاتكم لي هي اللي تجيب لي الافكار صراحه. السؤال اللي وراه مره ثانيه من الاخ فواز، يقول سؤال مهم نسيته، شلون صرتي سريعه في القراءه؟ well هذا سؤال وايد انترستينج وعندي جواب له. خلوني انا اسالكم سؤال، ما هو العدو الاول للقارئ؟ لا تجاوبون، انا راح اجاوبكم، اللي هو الريدنج سلامب او الخمول بالقراءه. ليش احنا تصير فينا خمول للقراءه؟ وايد لها اسباب، منها ان احنا مثلا نقرا كتاب مو ستايلنا او كتاب بايخ جدا، فيصير احنا عندنا حاله نفور من القراءه، ما ناخذ نقرا، او ان يصير عندنا انشغالات في حياتنا ان احنا ما عندنا وقت وي اكتشلي سيت داون ونقعد نقرا، او ان احنا مخنا او مزاجنا ما يسمح ان احنا نقرا نوعيه معينه من الكتب. فكيب ان ذات ان مايند، انا شخصيا ما تيني ريدنج سلامب. ليش؟ لاني انا اعرف حق نفسي واعرف حق مزاجي. زين، يعني انا يجيني ساعات مزاج ابي اقرا شيء رومانسي قح، فانا اجهز لي لسته كذي كتب رومانس قح حيل، انزين خلاص اقراهم يصيرون على مودي، فانا استمر بالقراءه عادي. ساعات انا ابي شيء خيال ايبك ايبك يعني، انزين فادور لي كتب خياليه ايبك واقراها، وبهالطريقه ما تيلي ريدنج سلام. ليش؟ لاني انا عارفه حق مزاجي. فنصيحتي حق كل اللي قاعد تجيهم ريدنج سلامب، انتوا عرفوا شنو سبب الريدنج سلامب. يمكن كتاب قافكم ملوع جبتكم ما تبون تكملونه، خلاص يبا خلوه يولي لا تقرونه. يمكن مثلا مشاغل الحياه وضغطها وما شنو، خلاص مو لازم تقرون كتاب ورقي، لازم تقعدون وتقرونه، خلاص اقروا اي بوك، شنو المشكله؟ يعني انتوا خلوا القراءه جزء من يومكم كثر ما تقدرون، فبكذي ما تجي لكم ريدنج سلامب. واهم شيء اهم شيء، لازم تعرفون انتوا شنو تبون بالوقت اللي مزاج تكون فيه. يعني يكون مثلا ما يبي خيال، لا تغصبون نفسكم تقرون خيال، اقروا الشيء اللي انتم تبونه. فجوابا على سؤالك اخوي فواز، ان شلون انا صرت سريعه بالقراءه؟ لان انا ما تيلي ريدنج سلام، ذاتس واي. اوكي، والسؤال الاخير من الاخ حسين من قناته مع كتاب، اللي هو اسئلتي للاخت ضحى، ما هي مقومات الروايه في نظرك؟ وسؤال اخر، كيف تقومين بتوزيع نجوم التقييم عند قراءتك للروايه؟ بماذا تنصحين القراء الجدد للروايات الأجنبية؟ ماذا تفتقر الرواية العربية في نظرك؟ وأخيرا، هل تجربة الكتابة التي قمت بها أضافت لك شيء جديد؟ وماذا كان؟ بالنسبة لي، ما هي مقومات الرواية بنظري؟ أعتقد أني أنا مجاوبة على هالسؤال من قبل، بس ماكو مشكلة راح أجاوب عليه مرة ثانية. أهم شيء بالنسبة لي في الرواية أن الشخصيات يكونون ممتعين، والقصة تكون ممتعة. هذا عندي اهم شيء. يمكن عادي في فكره تصير يعني مثلا معاده او مكرره، بس لما تجيب لي شخصيات يونيك وتجيب لي حوارات يعني واو غريبه وحلوه وتجيب لي حبكه نار وعجيبه، عادي راح اتقبل الفكره. واهم شيء اهم شيء ان الاحداث تكون ممتعه، هذا اهم شيء بالنسبه لي. يعني انا عادي اخفس بكتاب لانه ممل. انا استغرب من وايد ناس لما انا اقول لهم الكتاب ممل اعطيته تقييم منخفض، يقول بس لانه ممل. ايه ممل
مل شنو يعني؟ مو مل فأكيد أعطيه تقييم منخفض، يعني أنا ما استمتعت فيه، ليش أنا قاعد أضيع وقتي معاه وقاعد أقرأ؟ أنا أبي شيء يمتعني، أنا إذا أبي شيء ما يمتعني ما أقرأ كتاب، ليش أقرأ كتاب؟ Which leads us حق السؤال الثاني اللي هو كيف تقومين بتوزيع نجوم التقييم عند قراءتك للرواية؟ صراحة ما أدري شلون أنا قاعدة أقيم، بس أنا يعني خل أقولك عندي basic outline إنزين، إنه مثلاً 5 نجوم إنه كتاب خلاني I feel so much إنزين، وايد صار فيني أحاسيس ومشاعر وتواصلت مع الشخصيات وكذي، فهذه راح أعطيها 5، يعني من البداية للنهاية كنت حابة الأبطال وحابة الشخصيات وحابة الأحداث اللي قاعدة تصير، هذه يعني 5 material. بالنسبة لي الأقل يعني في إن كتب استمتعت فيها بس يعني كان فيها شوية عيوب، هذه ممكن 4-3. في كتب كان مثلا فكرة زينة بس لا حسيت فيها بشوية ملل، ما كانت ممتعة هالكثر، فهذه راح تكون من 2-3. طبعا الواحد وانت نازل انه تكون لا الكتب يعني شيء ميؤوس منه وما منه فايدة وشي، لا كلش ما عجبتني وما افكر انه انصحها حق احد وشذي. بماذا تنصحين القراء الجدد للروايات الاجنبية؟ ما ادري اذا قصدك شنو الكتب اللي انصح فيها او شنو نصائح عامة انا انصح فيها. بالنسبة للكتب اللي ممكن انا انصح فيها، انا مسوية فيديو في قناتي اللي هو سلاسل خيالية انا انصح فيها للمبتدئين، راح احط اللينك بالدسكريبشن بوكس بلو. بالنسبة لنصائح عامة انا انصح فيها للمبتدئين، اقروا انجليزي، اقروا قصص اطفال، ابدوا شوي شوي وحاولوا ان تخلون اللغة الانجليزية جزء من يومكم، يعني حاولوا تشوفون مثلا افلام انجليزية وحاولوا تركزون يعني مثلا بالكلمات اللي يقولونها، راح تلقطون after some point. يعني مثلا انا الحين قاعدة اتابع مسلسلات كورية قاعدة ألقط لأني أنا أتبع الكلمات وأتبع مع الترجمة، فقاعدة ألقط شوية كلمات، فأتوقع مع الإنجليزي تصير نفس الشيء. هل تجربة الكتابة التي قمت بها أضافت لك شيء جديد وماذا كان؟ أكيد أضافت لي شيء جديد، أكيد يعني هذه تجربة بالنسبة لي كانت life changing. إنزين يعني أنا ما تصورت في يوم من الأيام أني أنا راح أوقف بمعرض الكتاب وأعرض لي رواية لترون روايتين سوفار، فيعني أنا وايد فخورة بنفسي، وهم عطاني إحساس بثقة بنفسي أن أنا شيء كنت أعتبره وايد صعب علي وسويته، خاصة من ناحية اللغة العربية. أنا أدري في وايد انتقادات على نهايات معلقة أن فيها وايد أخطاء مطبعية وما أدري شنو، بس هاي انتوا لو شايفين انا من وين جاية، انا كنت اتكلم لغة واكتب بلغة ثانية انزين، فزين مني انه طلع كذي انا عندي انزين. فانا بالنسبة لي يعني وايد اكتسبت شغلات، غير ان انا اكتسبت جرأة اني اسوي قناة يوتيوب واكتسبكم انتوا كاصدقاء، وهذا كل هذا يعني انا صار فيني جرأة لاني انا وقفت بالمعرض وكنت انا اقابل ناس، شفت عقليات جديدة غير عن عقليتي وغير عن عقليات بيئتي وكذي، فهذا الشيء كان وايد انترستنج، حسيت اني قاعد اتعرف على ثقافة ثانية صراحة، يعني هذا شيء وايد كان حلو بالنسبة لي. غير ان تجربة الكتابة عطتني ثقة بنفسي من ناحية الإلقاء، يعني انا يوم كنت بالجامعة كنا احنا نسوي برزنتيشنز ونسوي قدام دكاترة وطلبة، بس عادة يعني الدكاترة والطلبة تكون عقليتي like نفس عقليتهم او هم متوقعين مني شيء معين، بس في هذه الحالة يعني انا قاعدة اسوي برزنتيشن حق ناس عقليتهم حيل مو نفس عقليتي، فانا شلون اشد اكبر عدد ممكن من الناس بكلامي بس انزين، فهذا شيء وايد انترستنج، يعني قمت اقرا عن هالموضوع يعني شلون انا احسن طريقه القائي وكذي، يعني انا للحيني في قيد التطوير انزين، بس انا قاعده احاول اني انا دائما اني انا يصير اسلوبي يشد ان انتم تتحمسون انكم تقرون بعد ما تشوفون كل فيديو من فيديوهاتي، لان انا بالنهايه هدف قناتي مو ان اخليكم تقرون الكتب اللي انا اقراها، انا ابي ان افتح لكم افق جديد ان القراءه شيء ممتع، مو الكتب اللي احنا متعودين عليها لازم قز قز قاق قش 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 ما شنو هالاسامي اللي ما ادري شلون صايره، لا يعني في كتب اساميها بسيطه وقصصها بسيطه وحلوه وتعجبنا، ليش لا يعني؟ في سؤال يعني او اكشلي طلب يعني بالسناب، ام سوري ما ادري منو اللي طلب مني، هوفر يو ار ثانك يو، زين طلب وايد انترستنج وايد عجبني حتى حطيتها من الليسته، اللي هو ضحى نبي 5 حقائق عن نهايات معلقه احنا ما ندري عنها، او بالاحرى يعني تريفيا عن نهايات معلقه، يعني واو تدرون انا يوم ياني هالطلب شم معلومه جات بمخي ودي اقولها، يعني المشكله كل المعلومات اللي انا ممكن اقولها راح تحرق احداث من القصه، فانا حاولت اني انا اجيب 5 معلومات يعني ما تحرق شيء من احداث القصه وكذي، بس معلومات يعني ممكن اللي مهتمين يبون يعرفونها ميبي، كلهم معلومات ما لها داعي صراحه، بس خلينا نشوف. المعلومه الاولى اللي هي شخصيه سامي في نهايات معلقه
أنا كتبتها بيست 100% على علي أخوي، مكافأة له لأنه هو كان واقف معاي من مراحل تكوين نهايات معلقة لين النسخة النهائية من نهايات معلقة. فشخصية سامي هي بالضبط 100% علي أخوي، لدرجة أنه هو كان يساعدني أني أنا أكتبها، بس الاسم أنا اللي مسميته لأنه هو أسامي يعني ما يعرف يسمي. إنزين أنا بالنهاية سميته سامي، بس يعني هي based 100% على علي أخوي. المعلومة الثانية على طاري أسامي الشخصيات اللي هي إن روان، شخصية روان اللي هي أخت لورا في نهاية معلقة، originally كان اسمها أمل، وظل اسمها أمل لا يمكن الفيرجينال قبل الأخير من النسخة النهائية كان اسمها أمل، لين يعني اقتراح قوي من ريم اختي ان هي كانت اديتر وكانت معاي قاعدة تراجع القصة وكذي، ويوم انا قلت لها ان سامي هو بيست عن علي اخوي هي عصبت قاعدة تقول يعني الحين علي حصل له شخصية وانا ما حصلت شيء، فقلت لها يعني شنو تبي؟ تقول انا ابي ان شخصية تسمى علي. قلت لها خلاص اوكي، تقول بس انا ما ابي اسمي، ابي يعني شيء قريب من اسمي. فقلت لها شنو قصدك؟ تقول خلاص انا ابي اسم روان بالقصة. قلت لها you know what، خلاص نغير اسم امل نخليها روان، فصار اسمها روان. حتى بالنسخة النهائية اي احنا كنا خايفين انه يطلع اسم امل كذي كذي، زين احنا كنا قاعدين ندقق كلمه كلمه عشان لا يطلع اسم امل وعشان نغير اسم روان. حتى اصلا يوم قلت حق خالتي نوره ان غيرنا اسم امل هي استغربت، واي يعني قلنا شخصيه اساسيه غيرتي اسمها وكذي؟ بس هذا اللي صار. المعلومه الثالثه اللي انا ابي اشارككم فيها يمكن معلومه راح تصدمكم شويه، اللي هي تتعلق بشخصيه بدر من نهايات معلقه اللي هو اساس نهايات معلقه. أوريجينالي كانت شخصية بدر شخصية بنية، كان اسمها آمنة، وكانت أوريجينالي إن هي رفيجة لورا بالثانوية وصار عليها اللي صار. بس تحت اقتراح قوي من ريم وخالتي نورة قالوا لي إن يعني القصة كانت زينة وكل شيء، بس لو إن تغيرين شخصية آمنة وتخلينها شخصية صبي راح تصير القصة much more interesting، وراح يصير في عمق ثاني للقصة، وراح تخلي القارئ يندمج بالقصة وايد أكثر. ففكرنا بهالموضوع وايد وراجعنا النص مرة ثانية وكذي، فاضطرينا إن إحنا نغير البلات لاين كله زين عشان نخليه فت حق صبي عمره 16 بدال لا بنية عمرها 16. كان تحدي حيل انترستينج انزين، وكنا نبي نسوي القصة يعني نبي نحافظ عليها بنفس الوقت ان احنا نبي نسوي قصة اخرى تماما. كان تحدي حيل انترستينج، بس الحمد لله التيم مالي كان قدها وقدود والحمد لله توفقنا بهالشيء. المعلومة الرابعة اللي انا بشارككم فيها اللي هي تتعلق بشخصية جنان اللي البعض منكم وانا اقصدك محمد يحبها انزين. هذه الشخصية اوريجينالي بالأوريجينال سكريبت ما كانت موجودة، أنا بعدين أضفتها من عندي عقب ما غيرنا شخصية آمنة لبدر، فأنا حسيت أن القصة افتقرت للعنصر الأنثوي ما عدا شخصية أمل أو روان، فأنا قررت أني أنا أضيف هالشخصية زيادة عشان أزيد العنصر الأنثوي بالقصة. وهذا الشيء طبعا سبب تغير كبير في بلوت القصة، لأن أوريجينالي لأن جنان ما كان لها وجود فالقصة كانت غير تماما، بس وجودها غير القصة تماما مرة ثانية. كذي يعني صار عندنا تحدي وايد كبير ان القصة حيل حيل تغيرت، بس الحمد لله thanks to my team صراحة كانوا قدها وقدود وقدروا يراجعون معاي النص كامل ويراجعون يعني شنو التناقضات وشنو الاشياء اللي ممكن اغيرها وكذي، والحمد لله وصلنا للفيرجن النهائي. المعلومة الخامسة اللي انا بشارككم فيها، انا وايد متحمسة ابي اشارككم هالمعلومة لاني مو قالتها حق اي احد، هي تتعلق بسماء فارغة مو بنهايات معلقة، بس لا تحاتون ما راح احرق عليكم شيء. هي تتعلق بالخماسي الذهبي اللي هما هادي ولؤي وزيد ونائل وسليمان. اللي دقق ان شلون انا واصفه ملامحهم راح يدرك ان انا اي بيزد هالخماسي الذهبي على فرقه وان دايركشن. فهادي هو هاري، ولوي هو لؤي، ونايل هو نائل، وليام هو سليمان، وزين هو زيد. دايركشن اربعه، اوه ايش رايكم بالمعلومه؟ صدمتكم ها؟ فيا هذه كانت المعلومات الخمسة اللي حبيت أشارككم فيهم، قولوا لي إذا كانوا interesting بالنسبة لكم وشنو أكثر معلومة صدمتكم في الكومنتات سكشن بلو. في طلب قاعد يجيني بشكل متكرر من كل السوشيال ميديا اللي أنا أعرفهم اللي هو ضحى سوي لنا بوك شيلف تور، يعني حاطين جولة في رف كتبك. حاليا ما أقدر أسوي جولة لأن عفسة جدا وما أقدر يعني مو مرتبين وهذا، بس إن شاء الله إذا رتبت البوك شيلف مالي راح أعطيكم تور فيه، مع إنه والله يحبط وكلها كتب علمية وكتب جامعة وما شو ما تبون تشوفون فيه صراحة، بس يعني راح أسوي لكم لما أرتب البوك شلف إن شاء الله. ووهو.
خلصنا الفيديو اخيرا. اوكي ما بقى الا شغله اخيره بس اللي هو اعلان مهم جدا انا لازم اقوله فسمعوني بليز. ابتداء من الاسبوع الجاي ان شاء الله لا تتوقعون اي فيديو من هذه القناه لمده شهر تقريبا، يعني 4 اسابيع ما راح يكون في اي فيديو في هذه القناه، just because شهر 10 is يعني وايد بزي بالنسبة لي، عندي وايد مشاغل، فبتوين اني انا قاعدة اكتب وعندي يعني التزامات عائلية وعندي وايد اشياء لازم اسويها، ما اعتقد اني انا راح اقدر اسوي فيديوهات يوتيوب. فلاني انا اكره حيل حركة ان شخص فجأة قاعد يسوي فيديوهات وملتزم وكل شيء وفجأة يختفي لا حس ولا خبر كذي، انا وايد اكره هالحركة. فانا من الحين قاعدة ابلغكم لا تنتظرون اي فيديو جديد، بس لا تحاتون، السوشيال ميديا دائما موجودة، تقدرون تتابعون انستغرامي ولا سناب شاتي ولا تويتري، اي سوشيال ميديا انتو تبونها كلهم محطوطين بالدسكريبشن باكس بلو. فلذاك الوقت hang in there hold on ان شاء الله يعني لان نلتقي مرة ثانية يكون عندي يعني مغامرات جديدة بيقول لكم اياها ولا حركات بالإدت مثل اليوم سويتها هذه ضحى الصجية وما ادري شنو، يعني ان شاء الله يصير فيه تجديد وان شاء الله تكون خيرة ان شاء الله. فيا هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله استمتعتوا فيه واستفدتوا منه. اذا عندكم اي كومنتات او اي اقتراحات لفيديو ممكن اسويها في قناتي حطوا لي اياها بالكومنتات سكشن بلو او اي سوشيال ميديا انا احطهم بالدسكربشن باكس بلو. فبالنهايه لا تنسون تسوون لي سبسكرايب ولايك اذا عجبكم الفيديو وعجبتكم القناه، ولا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي انا دائما احطهم بالدسكربشن باكس بلو. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.